خير من طول. ماشي احتفال في الجمهورية. حتى عالم تونس ما خسروش معناها، فما تسميش هي خسارة، بالعكس معناها ما كلفوش رواحهم، كانوا باش يعلقوا على الأقل يزينوا شوية شارع أحمد بورقيبة، فهمت؟ بالعلامات بتاع تونس، فهمت؟ حتى لي زانيماسيون هذوما اللي مستانسين يبداوا يشعلوا، معناها سيف كامل ورمضان كامل اليوم طافين. تعب برشا. على الميران احتفال عظيم. يا ودي مش لاباس. وتولي لاباس كيف تولي العباد الكل تولي تحت الصفر. والله الحمد لله نستحمد الله ونشكره. عجبتكم مش جمهورية؟ الحمد لله يا رب. في وضع معناها ما يسمحليش باش نقول لك برشا حاجات باهية على الجمهورية اللي أسسها بورقيبة في 57. لأنه الجمهورية راهو عندها مقومات. أنا حزين على العيد هذا وعلى ما وصلته الجمهورية. المفروض أنه احتفال عيد الجمهورية أو احتفال وطني. الجمهورية كنا فسخنا وعودنا رجعنا من جديد، عرفت؟ الواحد كي يكبر 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 يعود يرجع ببي تو، يمكن في المراهقة، في المراهقة ثم برشا حب يخرج وبرشا حاجات إفرازات تخرج، والمراهق يزم تأثير، يزم الناس بعقولاتهم كبار يأثروا المراهقة ذا يوصلوا لبر الأمان. ربي يستر. الجمهورية مش وتضمحل إن شاء الله ما تنقرضش، لأنه ملي تكونت عام 57 لا فيها مؤسسات، يعني عمرها تونس ما عرفت برلمان بأتم معنى الكلمة منتخب ديمقراطيا وفيه دي ديبيتي يحترموا رواحهم ويدافع على الشيء الجماهيري إلى آخره، ملموني بار لا فيولونس لا تورتور لي زيليكسيون تروكي، دونك شي جمهورية موز قال الولد مش لاباس. معناها هو تشوف في العباد لاباس ديما الديكور، عشان بالديكور معناها يا اخي هو عنا احنا جمهوريه. شنو جمهوريه سام؟ جمهوريه حاله متهور. والله المؤسسات بتاع الجمهوريه مش ما نحبش نقول مناسي، مي نحسوا في خوف عليهم، دونك يلزمنا نقويهم على الاخر. الجمهوريه اليوم حولها بيا جمهوريه، مع ان حتى واحده من قيام الجمهوريه اللي تم حفظنا عليها في الوقت الحالي. ان شاء الله طيبه، لكن بعض المؤشرات ما تدلش اللي هي طيبه، هذه الحقيقه تبقى، ما ان شاء الله باش يكون واحد بوزيتيف يكون ايجابي في نظرته الاشياء، ان شاء الله فما تحسن من وضع الجمهوريه. هذا الناس الكل بخدمتها فماش بطلت ولي الحمد لله. الجمهوريه اليوم مش عيد، اليوم نحن في حاله حزن انت على تونس اللي معناها ما نشوفوش العلامات، فما ناس معناها واعين اون ديري يحبوا يفسخونا الهويه نتاعنا.